بمقر بلدية الدائرة السابعة للعاصمة إنجمينا، تم تنصيب المندوب الإداري للبلدية إيبا غاوا الذي عين بمرسوم رئاسي حمل رقم 1210 الصادر في 23 من أكتوبر، حيث أشار الأمين العام للمندوبية العامة للحكومة لدى بلدية إنجمينا آدم محمد خلال كلمته إلى أهمية الدور الذي يلعبه المندوب الإداري في نشر ثقافة السلام والعيش المشترك بين أفراد المجتمع. ولد شاب لكن نادم كادر كبير هنا دولة وتبادلوا تكاتفوا وتقدموا سوا. من جانبه المندوب الإداري الجديد لبلدية الدائرة السابعة إيبا غاوا أكد بأنه سيعمل جاهدا لخدمة هذه الدائرة وفق اللوائح المعمول بها، وكذا العمل بالتنسيق مع مناديب الحارات ورؤساء المربعات. وفي نهاية المناسبة تم تكريم المندوب الإداري السابق كيلو إينيك الذي يعتبر مكتبة لبلدية الدائرة السابعة، وبذل مجهودات كبيرة في جعل البلدية ما هي عليه اليوم. وفي الأخير تم التوقيع على محضر التسليم والتسلم بين المندوب الجديد والسابق.